بقول لكم ايه، تعالوا بسرعه شوفوا الفيديو ده. يا نهار ابيض، ايوة يا مجنونه بتعملي ايه؟ يخرب بيت مطنك، يا نهار ابيض. طبعا زي ما احنا شفنا يا جماعه، رجليها الله يرحمها الله هتروح تتجبس على طول. هنتعلم النهارده يا جماعه حركه مهمه جدا في الباركور اسمها اللاندنج، ازاي نقفز من سور عالي بدون ان تكسر قدميك. تمام، ركزوا معايا، هندي الخطوات 1 2 3. اول حاجه وانا واقف بالشكل ده هنزل سكوات خفيف كده واطلع تاني. السكوات ده هدفه ايه؟ انه بيمتص الجامب. بنزل سكوات خفيف اهو بالشكل ده واطلع تاني. بعدين هعمل ايه؟ هقفز وهنزل سكوات، او هقفز بالشكل ده وانزل سكوات على طول. تمام، بس ملحوظه، اول ما تقفز انزل على مشط رجلك ثم على كامل رجلك. تمام، اقفز وانزل سكوات بالحركه دي كده، ايه؟ امتصيت الجامب اهو. تمام، تاني اهو 1 2 بالشكل ده، اقفز وانزل سكوات. هنبدا بعدين نعمل بروجريشنز. تمام، هنعمل تدرج، يعني نبدا على سور حوالي نص متر بالشكل ده. تمام، هعمل ايه؟ هنزل تحت وانزل سكوات اهو، ها 1 2، بس بعدها على طول حط ايدك، بعدها على طول لازم ايه؟ تحط ايدك وهنزل سكوات اهو، سكوات ثم على الايد. يبقى بنزل على مشط رجلي ثم بحط كف ايدي علشان ينقذني من ان انا اتخبط في وشي. نفس الحركه ديت هنعملها بقى من على سور اعلى بشويه. بعدين يا جماعه هطلع على سور حوالي مترين. تمام، وهعمل الحركه هنا. كل ما اكون عالي ما ينفعش اقفز وانا واقف كده، كده فيها خوف، لا ابدا اوطي شويه لتحت بالشكل ده. تمام، يبقى هنخفض الاول للاسفل ثم اسيب جسمي بشكل عمودي وانزل على مشط رجلي ثم على ايدي اهو بالشكل ده. تمام، اهو كده مش هيحصل خالص ايه؟ اي اصابات. بعدين هبدا نفس الحركه دي اعملها بس في مكان اعلى. هنا المكان بقى حوالي تقريبا 2 متر و80 أو 3 متر. تمام، يبقى لازم برضو انخفض جامد بالشكل ده، بحاول انزل رجلي واحده اهوت وانزل عمودي زي ما اتفقنا، اسيب جسمي انزل ثم حركه ايه؟ الايد. هنا المسافه كبيره جدا، لو وقفت خطر، ولو نزلت كده خطر عليك. حاول تسقط جسمك شويه. تمام، تعالى يا جو، تعالى. السلام عليكم. هنا بقى تحاول تعمل ايه؟ تنزل كده، بص انزل بالشكل ده، انزل جسمي، انزل رجلي وجسمي اهو كده، انا خدت مسافه طوليه. تمام، بعدين اول ما انزل جسمي بالشكل ده اسيب اهو نفسي واحط ايدي، اسيب نفسي واحط ايه؟ ايدي. الشكل ده الحركه هتكون معايا سهله. انا اسف اسف اسف. تمام، خلي بالكم من نفسكم ومحدش يستخدم الحركه في القفز من سور المدرسه. تمام، المسافه عاليه جدا حوالي 3 متر، انت خايف تبص على الارض، لا هنا بقى تعمل ايه؟ تلف جسمك وتنزل طولك بالشكل ده اهو، وتسيب نفسك وتحط ايدك. اي ام سوري، مسافه زي دي كبيره جدا، يبقى ما تنزلش امام. هلف جسمي وانزل، هلف جسمي بالشكل ده وانزل طولي اهو هنا انزل. يبقى بنزل على مشط رجلي وبحط ايه؟ وبحط طراطيف، بحط ايدي، وممكن كمان اعمل دحرجه بعد ما انزل زي الحركه دي. ايوه ممكن نعمل الدحرجه بالشكل ده. بيس، سلام.